قبل اخر موضوع عندي احساسي وقلته في المقدمه فارس، انه كولر عاد للبدايات. انا حاسس ان كولر ده اللي لسه داخل مصر وقصته حددته، جاله فتره كده ايه عاد لهويته. لا 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 لا, لا جاله فتره كده كان ايه هدي مش شويه. احساسي بشكله في التمرين، بشكل التمرين نفسه، الضحك نفسه كمان اللي على وش الطريقه طبعا قعدته، ما انت حاسس معاه بالاحساس ده، وده بيدينا شويه ان شاء الله بامر الله كده ثقه في القادم. بس كابتن شوبير كل مهنه في الحياه يقودها الشغف. حلو. واذا قل الشغف ده بيظهر في حاجات وامور واضحه جدا، في صور لكولر وهو قاعد في تدريب. فالشغف بيحكم كل شيء. انا بشوف كولر وتفاعله وربما الصدمة اللي حصلت في توقيت انت ما تقدرش تحسب الامور ايه، وهي مباراة السوبر الافريقي امام الزمالك. نعم. ربما كنت تفوز بهذه المباراة وانت مش الافضل. صح. ثم تروح تخسر السوبر المحلي في توقيت خطير جدا، صعب تلم فيه وتروح تخسر العين. نعم. حطها لي في ميزان. حط لي ده في ميزان وده في ميزان. الميزان بتاعي اخد التلاتة. ما هو ده ميزان الاهلي. ده ميزان الاهلي. ولكن العداله والله انا بتكلم اذا كنا نختار ما بين ما حدث في ارض الواقع. خسرت بطوله من الثلاثه. كنت هتخسر البطوله اللي توقيتها ايه او ترتيبها ايه. فانا بشوف ان كولر البطوله دي خسارتها خلق له تحديات. ايه هي التحديات؟ برافو عليك. رد فعل جمهور الاهلي اللي كولر بدا لما حضرتك تبقى بتحب حد، او كابتن شوبير بيحب جمهور الاهلي ويعلم دايما رد فعل جمهور الاهلي عليه. فلما يجي يحس ان رد فعل جمهور الاهلي المره دي معاه مختلف هيبدا يقلق. صح. خصوصا ان نغمه النقد تجاوزت المباراه. مظبوط. بل شككت في بعض قدراته الفنيه. طب حاجه تانية، كولر على فكره من الناس اللي بتسمع كويس وبتقرا كويس وعنده تيم، حضرتك عارف. عارف ايه بيتقال فين. لما كولر يعلم ان جمله اتقالت عليه وبدات تردد، ان لو جوميز قبله 10 مرات هيكسبه في ال10 مرات. ده كبرياء. ده كبرياء المدرب اللي زي كولر. بل اخد من حته تانية، وانا هنا قلتها مع حضرتك قبل المباراه، قلت لك انا مش قلقان. حضرتك قلت لي ليه؟ قلت لك لان كولر يجيد المباريات اللي من النوعيه دي. جدا جدا هو. حتى المباريات اللي ربما مع فرق امريكا الجنوبيه ما عاش فيها الفوز، بس قدم كوره حلوه قوي. ده صحيح. هو راجل بيدخل محضر. فكولر كان عنده تحدي شخصي. اللي ساعده في التحدي الشخصي انه استعاد الشغف قبل ما يروح للتحدي الشخصي. حلو قوي. من رد فعل الجمهور ليه، من تفاعله مع الفوز في السوبر المحلي، حس ان جمهور الاهلي ربما يغضب منك بس ما يسيبكش. حلو. وربما انت لو قدمت له خطوه، وانا يا كابتن بقول ده عهد جمهور الاهلي تاريخيا، قدم له خطوه هيقدم لك 10. فانت في مباراه السوبر المحلي عارف لو الجمهور، لو كولر كسب وباداء وحش ومش باقناع فني، انا عايز اقول لحضرتك كان هيبقى عندنا مشكله اكبر. ده صحيح. بس كولر كسب بشخصيه فنيه في الملعب. فجمهور الاهلي قدم له ال10 خطوات فراح كواثق في مباراه العين وحقق ده. فكولر تفاعل مع جمهور الاهلي واستعاد الشغف، فاستعاد سلسله الانتصارات واستعاد شخصيته.